اشتاليا هيفا سيا حتى دس بك هيفا بينجا شبخنا شهيد هرا كول هاتا قرتن جبر نخشيا كورونا جدس بك هيفا بينجا جي مجبور بون سي ورد ياب شغلن 24 ساعة مطبعيش برقو او تشتي قومتي دا سكني كت بوش كاندن سر مطباري مطبوب بارش مطبعي رش اهلية انتاج دا مجبور بون بخنا سي وردي 24 ساعة مطبعات شغلة وحاضر يا كتابه من هاشتكن و معرضه شهيد هركولجي ما باش كتابه وهاد الشيء كرن وحاضر كرن بري وقتي معرضه و ايصال جغيري تشتيكو بار هاتي شاب كرن ايصال صفيد وازدا جلي زيد ابوا بزماني عربي وكردي وانجليزي وهجماري خوجي تقريبا دصادو بينجي دصادو شيست هزار برتوكا كارد مشي 24 ساعته دم طبعا شهيد هرك ولده مسألة كورونا وش بد مسألة فين خوشية بشبخنا شهيد هرك ولد أريكاريا بلدية ديرك مطبعش هندروج درفة في عقمند ب وأندام جي وكا ريفابريا شبخنا شهيد هرك ول وكا جو تعليماته هاتي جو تنش ريفابريا خسر آلية نخكرنا كماما ولبكا و تشتا فاراستن جوين خوشيه جبرغو كسك بينك هذي و ضغطا برانين هاك سر مطبعي شابكرنا برتوكي سرطائية برتوكي سرطائي جي ام هرصال مجبور ديسا شابكن جبرغو سرطائي دا زاروك تعاملاوي بكتابي رنوك انسانكي مظن ف تلف بهتر تشد بيد كتابة سرتايدا أمجي هر صار وقت تكملة كلية زيادة كن الكتابة جو بار هاتي شاب كرن أم نهاك ويد ضغطي دنا جو أم خلاص كن بري جو مدرسة فبن حاضر بند مستودعاتي تربية دبل بعد الشهيد هرقولا اتخاذ عدة قرارات للحصول على الإنتاج المطلوب في الوقت المحدد ومنها المنهاج الدراسي وخاصة المرحلة الثانوية كما أصدرت الإدارة باتخاذ قرارات والوقاية للسلامة في المطبعة نتيجة ظهور وباء كورونا.